سنجل اليفيتر كنترول. في رولز اساسيه، في رولز اساسيه لازم تتبع في التحكم في المصعد، في حركته طلوع ونزول. هدول خمس رولز مهمه جدا. في رولز منها بدات تنكسر جديد حديثا، صار في بعض كنترول سيستم بتطور كنترول سيستمز، بعض الرولز هاي بطلنا نستعملها او بطلنا نعتبرها انها مهمه. لكن نكتب الرولز شو. اول رول في عنا طبعا احنا كار كولز ويقابلها لاندينج كول. كار كولز هي الكولز اللي بتتسجل في داخل الاليفيتر. مين اللي بده يستجيب لها؟ الاليفيتر نفسه، ما بقدر اعطيها لاليفيتر تاني، مزبوط؟ بعد ما يكون دخلت داخل الاليفيتر وكبست كبسه كار، كار يعني المصعد، المصعد في داخل المصعد. ففي كار كول مثلا رايح المصعد هذا بده يروح على الطابق السابع، كبست كبسه سابع، مين بده يجاوبها؟ لازم يجاوبها هذا الكار كول. شو اللاندنج كولز؟ الكولز الخارجيه. إذا عندنا هون مثلا احنا عندنا هي طوابق، هي هذا الطابق هون مثلا وهذا الطابق، على كل طابق في كبسه طلوع وكبسه نزول، كبسه طلوع وكبسه نزول، ما عدا الطابق الاخير راح يكون في بس نزول. ونفس الشيء هون لحد ما اوصل اخر طابق تحت بكون عندي فيه كبسه. هذول ايش اسمهم؟ هذول لاندنج. هدول اللاندنج كولز مشتركين بين كل المصاعد اللي في داخل الجروب، ما بعرف لمين راح يروحوا، راح نعمل لهم الوكيشن. فمش شرط انه المصعد اللي موجود اقرب مصعد لهذا الكول هو اللي ياخده، في حالات معينه راح يكون المصعد اللي ابعد لسبب معين راح اعطيه هذا الكول. بس هدول اسمهم لاندنج كولز مشتركين ما بين كل المجموعه وراح نعمل لهم الوكيشن. لكن كمان في عندي كار كولز. الكار كولز اللي تسجل داخليا، في فرق ما بين الكار كول واللاندنج كول. الكار كول هو لهذا المصعد، والشخص اللي فيزيكلي موجود حسيا موجود في داخل هذا المصعد لازم ينخدم هذا الكار كول. اذا هذول كار كولز وهذول لاندنج كولز. نعم تفضل. لو كان تتفرق مش جوا، طبعا هذا السيستم الحديث اللي صار الان، صار الحديث انه انا اسجل من الخارج المكان اللي بدي اروح عليه، صفى تحولوا كل الكول صاروا لاندنج كولز. ولما ينعطى هذا اللاندنج كول لكار بيتحول لكار كول. اوكي؟ بس هذا السيستم الحديث اللي هو اسمه ديستنيشن جروب كنترول. ايش ميزاته؟ هلا رح نحكي عنه بالتفصيل، رح تشوف ليش انا بعطي معلومات مسبقه للسيستم قبل ما يعمل الديسيجن، فبتاهله انه يعمل ديسيجن احسن. رح نحكي عنه بالتفصيل. بس السيستم التقليدي انه عندي في دخل، في كبسات في الداخل وكبسات في الخارج. طبعا كل مصعد من المصاعد في له كار كولز. مين اللي لها بريسيدنس، الاولويه بالنسبه للمصعد؟ اذا الرول الاولى رول 1 كار كولز تيك بريسيدنس. لاندنج دائما اخذ الكار كولز من اللاندنج كولز، وانا ممكن في لحظه معينه الغي استجابه المصعد لللاندنج كولز، بدي اخذه لسبب معين مثلا، بدي استعمله لغرض معين، بحرك سويتش في داخل الكار، ما بستجيب لاي لاندنج كولز، بس لازم يضل يستجيب للكار كولز. ليش؟ لانه فيزيكلي في ناس في داخله طلبوا هذول انهم يروحوا على هذا المكان. اذا الرول رقم واحد، الرول رقم واحد الكار كولز تيك بريسيدنس اوفر لاندنج كولز. الرول الثاني An elevator must not reverse its directions, its direction with passengers inside. يعني ما بيصير انت داخل في مصعد، في داخل مصعد وعماله بتحرك الى الاعلى، قبل ما توصل الديستنيشن تبعتك يقرر انه هو يعكس اتجاهه وينزل. كمان هاي الرول حديثا وجدوا انه في حالات معينه اذا كان عندي المعلومات الكامله عن وين الناس اللي خارج رايحين ممكن اكسر هذا الرول. بس هذه الرول لحد الان هي رول صحيحه. اذا انا موجود في داخل المصعد وطالع طلوع، معناها كل الناس اللي موجودين اذا كانهم راشنال باسنجرز، راشنال يعني عقلانيين، اذا هم داخلين راشنال باسنجرز وبتصرفوا بشكل صحيح، معناها هم دخلوا المصعد اللي طالع لانهم رايحين على مكان اعلى من المكان اللي هم دخلوا منه. إذا كنا راشنال باسنجرز معناها ما بصيرش المصعد يعكس اتجاهه لحد ما يوصلهم كلهم للديستنيشنز تبعتهم. إذا ما بصير الاليفيتر يعكس اتجاه الدايركشن تبعه ولسه في باسنجرز
inside. مش نفسها الأولى؟ لا لا، الأولى عمالها بتقارن بين الكار كول واللاندنج كول. طب ليش بده يعمل ريفرس المصعد؟ اوكي ممكن واحد داخل الكار. ماشي اوكي، بشكل اندايركت انت بتقول انه هو راح يعمل ريفرس عشان يروح يجاوب على لاندنج كول. ماشي اوكي ماشي، ممكن تكون تعتبرها، بس هي هام بشكل واضح محدده. هل في حالات هدول التنين بيكونوش نفس الشيء؟ ما بعرف. انت بتقول انه هو ما راح يعكس اتجاهه، راح يعكس اتجاهه، بلكي هو بده يعكس اتجاهه عشان يخدم حد جوا الكار. جوا الكار البريوريتي لك. بس في ناس طالعه بتكون اوكي، بس بطلت نفس هاي. نعم. أنا في المول مثلا لما عندك عدد من الناس بتحجز مكان، حتى لو بدها تطلع تستنى لك ويرجع. هون بطل راشنال بيهيفير، بطل راشنال بيهيفير. ما فيها رول، في رول اللي هي بتقول الرول الرابعة. Passengers wishing to travel in one direction must not enter a lift traveling in the opposite direction. هذا هو الراشنال بيهيفير. اوكي؟ ممكن كلامك كويس، ملاحظة كويسة، ممكن يكون هاي سببها هو هذا. بس الحالة العامة إنه هاي الرول بشكل واضح محطوطة، ما بصيرش يعكس اتجاهه وهو لسه في passengers داخله. السيستمز الحديثة صارت تسمح إنه أعمل هيك. إذا أنا عارف الناس وين رايحين، راح نشوف حالات معينة، راح أفرجيكم حالات معينة ممكن نكسر الرول هاي بالأنظمة الحديثة. الرول الثالثة، ما بصيرش مصعد يوقف must not stop عفوا must stop ما بصيرش يتجاوز، يعني وصل عند الطابق الرابع وفي واحد كابس كبسة الطابق الرابع، ما بصير يتجاوزها، يروح يتجاوزها وصل الخامس بعدين يرجع له، لازم في طريقه ويكملها. طبعا هذه واضحه، it's common sense، بس مرات احنا بنحط الاشياء هاي. في واحد عمل رساله دكتوراه اسمه كلوس، ديفيد كلوس، في 1972 درس الرولز هاي كلها، وجد انه مش شرط الرولز هاي تعطيني الاوبتيمم. في اوبتيمم ممكن يكون في حالات معينه. عارفين شو الاوبتيمم؟ الاوبتيمال اللي بعطيني الامثل اللي هو بيعمل مينيمايزيشن للتايم، لكن هاي الرولز هي الاسهل انه نتبعها وعاده بتعطيني الاوبتيمال، بس مش شيء دائما بتعطيني الاوبتيمال. هاي كانت دراسه مهمه، رساله دكتوراه مهمه 1970 لواحد اسمه ديفيد كلوس. اذا هاي الرول الثالثه. الرول الرابعه هي الراشنال باسنجر. هلا راح احكي لكم شغله عن الباسنجر هذا، يمكن يكون مش دائما هو الراشنال، هو أحياناً راشنال، بس إحنا ما نفهمش كيف راشنال يعني عقلاني. فالرول الرابعة بتقول إنه الباسنجر wishing to travel in one direction must not بورد. ايش يعني؟ يصعد يركب. هذا اللي سميناه راشنال باسنجر. ما بصيرش اذا مصعد كوميتد انه يطلع طلوع وقف عندي، وقف المصعد ممكن لسبب ثاني، يعني وقف على الطابق الخامس وانا واقف على الطابق الخامس وانا كابس كبسه نزول، والمصعد طالع وقف على الخامس عشان ينزل ناس او يطلع ناس ثانيين واقفين معي، ما بصير اطلع في هذا المصعد لانه هو كوميتد انه ينزل، انه يطلع طلوع وانا بدي انزل نزول. هذا سميناه راشنال باسنجر. الخامسه Thank you.
هذه يمكن تبينها رول سخيفة، بس أحيانا لازم نحط الرولز. أحيانا إذا بدنا نبرمج سيستم يفتش على أوبتيمم لازم أحط رولز معينة، أستثني رولز معينة. شو بتقول؟ بصيرش أوقف على طابع ما فيش لا باسنجر بده ينزل ولا باسنجر بده يطلع. رح تقول لي هذا سخيف الرول، مش هيك؟ لكن أحيانا لما بفتش على أوبتيمم عمالي بعمل أوبتيمايزيشن، لازم تكون الرولز تبعتي واضحة، لازم أحدد الرولز الواضحة، وإلا رح يفتش على الأوبتيمايزيشن. يمكن يكون أحد الأوبتيمايزيشن سوليوشنز إنه يلاقي مكان معين يوقف فيه حتى لو فيش فيه باسنجر، يعكس اتجاه إجا طلب معين. يعني مثلا أعطيكم مثال ليش هاي الرول مهمة. نفترض مصعد طالع طلوع، يتعدى هذا الطابع، خلينا نفترض هذا الطابع الرابع، وهو رايح على السادس، وفي هون خامس. طبعا هي بترجع هلا للرولز هناك كمان، بس خليني أشرحها من هون. هلا عدى هو الرابع، بس عدى الرابع إجا طلب من الرابع، فراح وقف على الخامس، عكس اتجاهه ونزل الرابع. وقوفه على الخامس بخالف هاي الرول. انا راح تقول لي انه وقوفه على الخامس بخالف الرولز الثانيه اللي موجوده هون، بس انا هاي بشرحها انه هاي مرتبطه الرولز ببعض، بس هاي احد الرولز اللي هون. يعني هذول الخمس رولز الاساسيه اللي ما لازم نلتزم فيها. وراح تشوفوا مثلا احيانا الرول هاي مثلا اللي هي الكار كولز تيك بريسيدنس اوفر لاندنج كولز. اذا الكار فل، إذا صار عندي فول لود تماماً داخل الكار، واضح إنه هاي رح تتحقق الرول، مش هيك؟ رح يصير أنا أجاوب الكار كولز بس ما رح أوقف على اللاندينج كولز الخارجية حتى لو في لاندينج كول خارجي.